تركي بن طلال. لهذا السبب لقبه السعوديون برجل الإنجازات، ولهذا السبب أبكى محمد بن سلمان. تصدر أمير منطقة عصيرة بالمملكة العربية السعودية الأمير تركي بن طلال مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وذلك بعد أن دشن حملة لتبقى نظيفة والتي يشرف عليها الأمير تركي بن طلال بنفسه، خطوة جديدة في مسيرة إنجازات الأمير تركي بن طلال، والذي بدأ في تحمل مسؤوليات القيادة من وقت مبكر قبل حصوله على الشهادة الجامعية. بداية الأمير تركي بن طلال العملية بدأت في وقت كان والده الأمير طلال بن عبد العزيز ينيت إليه الكثير من الأعمال والمسؤوليات التي نجح في إنجازها وإتقانها بمهارات فريدة. أسلوب الأمير تركي بن طلال اعتمد على الفلسفة، فدائما ما كان يحرص على إتقان الأعمال. ويذكر أن الأمير تركي بن طلال هو الابن الرابع من الذكور للأمير الراحل طلال بن عبد العزيز آل سعود ووالدته الأميرة موضي بنت عبد المحسن العنقر. ولد الأمير تركي بن طلال في 11 من شهر مايو من العام 1968 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. تلقى الأمير تركي بن طلال تعليمه الأساسي في المملكة العربية السعودية، وسافر إلى بريطانيا بعد ذلك لاستكمال تعليمه. درس الأمير تركي بن طلال العلوم العسكرية في أكاديمية ساند هيرس العسكرية البريطانية، ودرس علوم الطيران في كلية طيران الجيش الولايات المتحدة الأمريكية. وعند عودة الأمير تركي بن طلال إلى المملكة العربية السعودية التحق بالقوات المسلحة السعودية، حيث تدرج في المناصب حتى وصل إلى رتبة عميد ضيار بالقوات المسلحة السعودية. وعن عمله المدني شغل الأمير تركي بن طلال منصب الممثل الشخصي للأمير الراحل طلال بن عبد العزيز آل سعود إلى أن تم تعيينه أميرا على منطقة عسير. ومن الأنجازات التي قام بها الأمير تركي بن طلال إتمام مساعي الصلح بين القبائل في قضايا القصاص، كما نفذ الأمير تركي بن طلال مشروع بوابة الرياض وترميم قصر العناقر التاريخي بثرمداء وغيرها. وقاد الأمير تركي بن طلال عملية إغاثية عاجلة للإخوة الفلسطينيين شاركت بها عدة منظمات دولية وعربية ومحلية، نتج عنها زيارته للأراضي المحتلة وصلاته في المسجد الأقصى. وفي العام 2009 شارك الأمير تركي بن طلال في نقل مواد إغاثية إلى قطاع غزة وإدخال الإعاشة للمتضررين وقت الحصار الإسرائيلي على القطاع. ويرى كثيرون أن للأمير تركي بن طلال مستقبل كبير في العمل السياسي والعمل الاجتماعي، وذلك نظرا للمبادرات الكبيرة التي يخرج بها في كل مرة. ويتمتع الأمير تركي بن طلال بصداقة حميمة مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، خاصة وإن كان هناك علاقة ودودة تجمع بين الأمير الراحل طلال بن سعود والد الأمير تركي بن طلال والأمير محمد بن سلمان. ومن المواقف التي جمعت بين الأمير محمد بن سلمان وبين الأمير تركي بن طلال كانت في جنازة والده الأمير طلال بن سعود، حيث دخل في نوبة بكاء حادة بعد لقائه بالأمير تركي بن طلال. وانتشرت في هذا الوقت لقطة مؤثرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال جنازة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أثارت مشاعر مغردين سعوديين على موقع تويتر، حيث ظهر فيها وهو يكفكف دموعه خلال الجنازة.